صباح الخير. هنكمل مع بعض النهارده الفارماكو كاينيتكس. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اول ايتم في الفارماكو كاينيتكس اللي هو كان الابسوربشن، واتكلمنا على البايو افيلابيليتي. النهارده هنبدأ نتكلم على تاني ايتم من الفارماكو كاينيتك اللي هو ديستريبيوشن. تعالوا كده نفتكر مع بعض شوية معلومات بسيطة. احنا عندنا لو تخيلنا ادي بلاد فيسل اللي هو المين بلاد فيسل، وبعدين بيبدأ ده بيديني برانش من البلاد فيسل. البرانش ده بيبدأ يتقسم الى يديني سمول ارتريولز. الارتريولز دي بعد كده بتبدأ تدي اللي هي الكابيلرز، وبيبقى ده حوالين اللي هو التيشو بتاعنا. ادي التيشو اهو، ده اورجان معين، وادي الارتريولز والكابيلرز. زي ما احنا شايفين ان الكابيلرز في كل الجسم بتبقى فيها بورز. البورز دي مهمة قوي في الانتشار او ان هو انتقال بعض الموليكيول. لو تخيلنا اورجان تاني بس يعني هيبقى واخد بلس سبلاي اقل، وبرضه هيدي نفس السيكونس، هيبدأ يدي سمول ارتريولز وبعدين يدي كابيلرز، وادي التيشو بتاعنا اهو. لو تخيلت برضو اورجان تالت بس البلس سبلاي بتاعه اقل شوية، وهيبدأ يدي سمول برانش وبعدين اللي هو الكابيلرز، وادي التيشو بتاعنا اهو. تعالوا كده نفتكر معلومات بسيطة قوي عن ال بادي ووتر بتاعنا. حد فينا فاكر هو الووتر اللي في جسمنا موجود في انهي جزء؟ في عندي اول جزء اللي هو بيبقى موجود، وده بنسميه انترا فاسكولار. الانترا فاسكولار ده موجود جوه الفيسل. الانترا فاسكولار ده بيمثل كام في المية من التوتال بادي ووتر؟ يعني احنا تملي بنحسب على الافريج ويت 70 كيلو. الانترا فاسكولار ووتر ده بيمثل كام في المية من التوتال بودي ووتر؟ بيمثل حوالي 6%. يعني لما اقول 6% يبقى انترا فاسكولار فوليوم ده 6% من التوتال بودي ووتر. يعني لو ضربنا 6 في 70 افريج حوالي 4.2 لتر. ده اللي هو بنسميه انترا فاسكولار. طيب موجود فين تاني الميه في جسمنا؟ الميه كمان موجوده حوالين التشو، وده اللي بنسميه ايه؟ انترستيشال او اكسترا فاسكولار، اللي هو بنسميه انترستيشال. طيب لو انا جمعت الانترا فاسكولار بلس اللي هو الانترستيشال ده او اللي هو الاكسترا فاسكولار ده حوالي كام في المية من التوتال؟ ده بيمثل 20% من التوتال. يعني تقريبا كام لتر؟ 20 في 70 بكام؟ 14 لتر. ده 14 لتر ميه موجوده في الجسم. الجزء اللي بعد كده موجود اللي هو ممكن يبقى موجود فين بقى؟ ها؟ انترا سيلر. دي كده الانترا سيلر. فانا لو عملت الانترا فاسكولار زائد الاكسترا
زائد الانتراسيلر ده تقريبا يمثل كام في المية من التوتال بودي ووتر؟ ده حوالي 60% من التوتال بودي ووتر. يعني بنتكلم في كام لتر تقريبا لو انا جمعت كل دول؟ بتكلم في 42 لتر. يبقى اول حاجه احنا الميه اللي موجوده في جسمنا التوتال بتمثل كام؟ 42 لتر. اوكي؟ طيب تعالوا نبدا نتكلم على الديستريبيوشن. اول حاجه هفترض دلوقتي ان انا حدي دراج ايه، وانا جيت بقول لكم بعد ما اديت دراج ايه ده الدوز بتاعتي كنت مدي 500 يونت، دي الدوز اللي انا اديتها. اوكي، جيت قسته في البلد، انا ما بعرفش اقيس دراج الا في البلد، ما اقدرش اقيسه جوه تشو، ما ينفعش. فانا قسته في البلد الكونسنتريشن بتاعه لقيته موجود 100 يونت بير لتر، 100 يونت بير لتر. سؤال بسيط قوي، هو كده الدواء ده الدوز اللي انت مديها موجوده في كام لتر؟ ها، هم 500 يونت، كل لتر شايل 100 يونت، موجوده في كام؟ 5. عملت ايه؟ قسمت الدوز على الكونسنتريشن، طلع حاجه اسمها اللي هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الدواء 5 لتر. صح كده؟ منطقي ان الدواء يكون موجود في 5 لتر. احنا قلنا التوتال كام؟ ها؟ انا عندي 42 لتر ميه في جسم. فما اجي اقول لك دواء موجود في 5 لتر، هتقول لي لا انت غلطان ولا منطقي؟ منطقي. طيب جيت دواء تاني دراج بي، اديت دوز كانت سي 500، وجيت قسته في البلد لقيت الكونسنتريشن بتاعه اللي موجود في البلد حوالي مثلا 50 يونت بير لتر. ها كده ده موجود في كام لتر؟ عملنا ايه؟ قسمت الدوز على الكونسنتريشن. يبقى القاعده عندي عشان تحسب الدواء بتاعك موجود في كام لتر، القاعده سو سيمبل، بتعمل ايه؟ بتقسم ايه على ايه؟ بقسم الدوز على الكونسنتريشن. صح كده؟ في حد معترض؟ طيب هاجي بقى ادي دواء تالت، اديت من دراج سي 500 يونت، جيت بقيسه في الدم لقيت الكونسنتريشن بتاعه في الدم 1 يونت بير لتر، 1 يونت بير لتر. ده موجود في كام لتر؟ 500. صح؟ هي القاعدة هتتغير من دواء لدواء، مش هو انا بحسب الفوليوم بتاعي ان انا بقسم ايه على ايه؟ الدوز على الكونسنتريشن. طب انا جيت بقول لكم عندي دواء الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه 500 لتر، ده منطقي؟ لا. ليه مش مصدقاني ليه؟ ها؟ لان مفيش في الجسم ايه؟ 500 لتر، صح؟ تعالوا نبدا بقى الحكايه كده عشان نفهم ايه الكلام ده. هفترض دلوقتي ان انا عندي دواء، اديت دواء للعيان حجمه كبير او ماسك في حاجه في البلد مكبره حجمه مخليه ما يعرفش يتحرك، فهيبدا
يتحرك جوه البلد. طب الدواء ده تفتكره هيقدر يعدي من البورز؟ لا. فهيفضل محكوم فين؟ مزنوق فين؟ ما بيخرجش من ايه؟ من البلد. يعني انت لو ده كنت مدي 500 يونت الدوز بتاعته، هتلاقي الكونسنتريشن في البلد عالي ولا قليل؟ عالي. فتيجي تحسب الفي دي، القاعده ثابته ما بتتغيرش، اللي هي ايه على ايه؟ الدوز على الكونسنتريشن. فهتيجي تقسم الدوز على الكونسنتريشن اللي هو في البلد، قلنا الكونسنتريشن ايه؟ عالي، فهيطلع لك الفي دي حجمه ايه؟ قليل. طيب دواء تاني حجما صغير قدر يعدي من البورز وبقى موجود في الانترستيشيال تيشو، لكن ما قدرش يخش جوه التيشو دي، ما عرفش. نتيجة بقى ان هو مش لايبوفيليك او لاي سبب من الاسباب ما دخلش. كده هنا الكونسنتريشن بتاعه في الدم ابتدى ايه؟ ها؟ ابتدى يقل. فما تيجي تحسب الفي دي هتلاقي الفي دي ايه؟ كبر شوية، مظبوط؟ طيب عندي دواء حجما صغير عدى البورز وراح معدي داخل في التيشو، ولما دخل التيشو بقى اكيوميليتد في تيشو معين. تقريبا معظم الدواء دخل في التيشو ما خرجش، قعد جوه التيشو، ويبدا بقى يبقى في بالانس بينه وبين الايه؟ بين البلد. اهو ده منظر دواء. نفس الدواء ده اهو جه في التيشو دي دخل بس بكميه ايه؟ اقل. دي هنا في حاجه اسمها تيشو افينيتي، هديكم مثلا عشان ما تتوهوش. هو انت لما بتاخد جرعه يود بتتوزع في الجسم كلها زي بعض، ولا في اورجان معين بيبقى فيه معظم اليود؟ اللي هي ايه؟ ثايرويد. ده منطقي. وهنا مفيش حاجه خالص تقريبا. يعني الدواء دخل في تيشو معين، دخل اتخزن جوه، بعض التيشو ما دخلش وبعضها دخل بنسبة قليلة. كده تركيزه في الدم هيبقى ايه؟ هو الدواء دخل اتخزن في التيشو، بقى تركيزه في الدم ايه؟ قليل. ها؟ فتيجي تحسب الفي دي بتاعه، القاعدة ما بتتغيرش، اللي هي ايه؟ الدوز على الكونسنتريشن. هتقسم الدوز على الكونسنتريشن اللي هو في الدم كميته ايه؟ قليلة. هيطلع لك الفي دي حجمه ايه؟ كبير. يبقى دي أول حاجة خلينا نشوفها، يعني ايه في دي؟ الفي دي أنت هنا افترضت ايه؟ وأنت بتحسب الفي دي بتاع الدواء. أنت قسمت دوز على كونسنتريشن، صح؟ أنت افترضت حاجة وهمية ما حصلتش. افترضت ان هو متوزع بطريقه ايه في الجسم؟ متساويه، او طريقه هوموجينيوس. وده حقيقي؟ بصوا للرسمه اللي انا رسمتها، ده مش حقيقي، ده مش متوزع بطريقه هوموجينيوس. يبقى الفي دي لما نيجي نعرفه بنقول ايه؟ اولا كلمه الفي دي بنحط قبليها كلمه ثانيه، بحط حاجه اسمها apparent. apparent في دي. apparent يعني ايه؟ ظاهري، تخيلي، وهمي. ده رقم وهمي. هو عباره عن ايه الديفينيشن بتاعه؟ هو الديفينيشن بتاعه الفوليوم اكوموديت الدوز اللي انت اديتها. انت حاطط فرد مش موجود اللي هو ايه؟ ان الكونسنتريشن ثرو اوت ذا بودي ايكوال تو ذات ان بلازما. هقولها تاني. انت بتقول هو الفوليوم ذات كود اكوموديت، يعني يقدر يشيل الدوز اللي انا اديتها بفرض. لو كان الديستريبيوشن بتاعه او الكونسنتريشن في الجسم زي ما قلت بالظبط هو ايه؟
هوموجينيس، يعني تركيزه في البلاد زي تركيزه فين؟ في كل التشو. وده مش حقيقي. يبقى ده نمرة واحد الفي دي. طيب بنحسبه ازاي الفي دي؟ فيري سيمبل، بتقسم ايه على ايه؟ بتقسم الدوز اللي انت اديتها على الكونسنتريشن. طلع لك الفي دي مثلا 4 لتر. تعال نبص كده ونشوف، لما اعرف ان في دواء الفي دي بتاعه 4 لتر، انا كده هبقى متاكد ان الدواء ده فين. بصوا كده هنا اهو، ده متوزع في 4 لتر فقط، يبقى ده فين مش فين؟ ده في البلد، ما دخلش ايه؟ ما دخلش تيشو خالص نهائي. حاجه تانية، لو انا جيت قلت عندي دواء الفي دي بتاعه 14 لتر مثلا، ها؟ يبقى ده متوزع فين؟ توزع انترافاسكولار وانترستيشن. الحاجه بقى اللي انتوا استغربتوها قوي، لما اجي اقول الفي دي بتاع الدواء 500 لتر، هفهم ايه من الكلام ده؟ ان الدواء فين مش فين؟ الدواء في التشو مش في البلط، متخزن في التشو. وطبعا هو لما في يعني لما في البلط بقى يبدا يقل نتيجه ان هو بيحصل له اليمينيشن، اللي في التشو ايه؟ بيخرج. فيفضل يفضل كده ويحافظ على تركيزه في الدم. يبقى اول حاجه ان كلمه في دي بتاع دواء ده فاكت عن اي دواء، دي حاجه انا مش بصنعها، انا بلاقيها كده زي ما اتفقنا في الكاينتيك، اللي بنلاقيها كده. يبقى هنا الفي دي نمره واحد رقم حقيقي ولا رقم وهمي؟ رقم وهمي، دي نمره واحد. طب لما هو رقم وهمي انت بتعرف منه ايه؟ بتقدر تعرف الدواء ده في انهي كومبارتمنت، وكمان الحاجه الاهم بتعرف ان الدواء ده فين مش فين؟ في التشو ولا في البلاد اكتر. معناها ايه ان هو يكون في التشو؟ هتلاقي تركيزه في الدم ايه؟ قليل. وما تيجي تقسم تلاقي الفي دي رقم ايه؟ رقم كبير قوي فوق خيالنا. احنا عندنا بعض الادويه تيجي تحسب الفي دي بتاعها تلاقيه 1000 لتر. يعني ايه دواء الفي دي بتاعه 1000 لتر بقى؟ انه فين مش فين؟ انه في التشو مش في البلاد. طيب تعالوا نبص كده ونشوف هي ايه الفاكتورز اللي ممكن تأثر على الفوليوم اوف ديستريبيوشن. تعالوا نبص ونطلع من الرسمه البسيطه دي. اول حاجه هو هل كل الاورجانز متساويه؟ يعني اللي بياخد بلس سبلاي 1000 سي سي زي اللي بياخد بلس سبلاي مثلا 20 سي سي. يبقى نمرة واحد أول فاكتور بيأثر لي بنسميه البرفيوجن. البرفيوجن ده اللي هو إيه؟ إحنا عارفينه. إيه اللي هو البرفيوجن؟ هو البلاد سبلاي اللي رايح للأورجن. ده اسمه برفيوجن. يبقى كل مكان، ودي حاجة مهمة ليها كلينيكال أبلكيشن هنعرفها. هو مين الأورجنز اللي بتبقى واخدة بلاد سبلاي كتير؟ ها؟ برين، ها؟ كدني، ليفر، صح؟ لكن مين اللي واخد بلاد سبلاي قليل؟ سكين. ده في حاجة هتسمعوها كتير بعد كده، مثلا بنيجي نتكلم على انتي بايوتيك هتلاقي ان انا بقول لك الدواء ده بينتريت البون. اشمعنى البون؟ بلاد سبلاي بتاع البون بيبقى ايه؟ قليل، مش كده؟ فدي حاجة مهمة جدا، بتبص تلاقي لما تحقن دواء أو تدي دواء جزء منه قليل غالبا هو اللي بيروح البون، ودي حاجه بتضايقنا لو كان في بون انفكشن مثلا ولا حاجه. يبقى نمره واحد البرفيوجن بيتحكم في الديستريبيوشن. كل ما كان الدواء البلس سبلاي بتاعه اعلى كل ما كان ده هيديني حاجه اكتر. ايه الفاكتور الثاني؟ ها؟ بصوا كده، بصوا للفرق. ها؟ في فرق ايه؟ حجم. طب الحجم ده ممكن يبقى حاجه من الاثنين، لان اصلا الدواء حجما ايه؟
كبير، لإما ماسك في حاجة في البلد حجمها إيه؟ إيه الحاجة اللي في البلد اللي هي بتبقى حجمها كبير؟ ده اللي هو بنسميه بلازما بروتين. يبقى البايندينج تو بلازما بروتين، الدواء اللي ماسك في البلازما بروتين تفتكروا هيبقى الديستريبيوشن بتاعه ايه؟ قليل ولا كتير؟ ليه قليل؟ حجما ايه؟ حجما كبير. نمرة التلاتة، بصوا كده، مش انا قلت هنا دواء معرفش يعدي، وقلت هنا دواء ايه؟ عرف يعدي اهو. يعني هنا across through membrane. حد فاكر انه يعدي through membrane دي كانت ليها علاقة بايه؟ هو لايبو ولا هيدروفيلك؟ وده اللي كنا بنسميه ايه؟ ده السيمبل ديفيوجن. يبقى تالت فاكتور هو الديفيوجن. الديفيوجن ده مهم. في أدوية عندي تقدر تعدي through membrane بتاع التشو، وفي أدوية ايه؟ ما تقدرش. اللي بيقدر يعدي بقى اللايبوفيليك، ها تتوقع بما انه بيقدر يعدي انه يخش فين؟ وهتلاقي الفي دي بتاعه بقى ايه؟ ها بقى كبير، لان هو قدر يعدي ويخش يتخبى جوه التشو. حاجه كمان، لما جيت قلت لكم اليود والثايرويد دي هسميها ايه؟ ده فاكتور مهم قوي بنسميه تشو افينيتي. تشو افينيتي يعني ايه؟ في دواء بيحب تشو معين، زي ما قلت كده اليود ثايرويد، زي مثلا ما تيجي تشوف هنشوف بعد كده التتراسايكل بيحب ايه؟ بيحب كالسيوم، اي حته فيها كالسيوم يخشها. عشان كده لما نيجي نعرف بعد كده هنلاقي ان التتراسايكلين يتخزن فين؟ ايه الحتت اللي فيها كالسيوم عندنا في الجسم؟ بون والتيس، هو ده اللي بيتخزن فيه. فده اسمه تشو افينيتي. يبقى ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الفي دي؟ هم اربعه فاكتورز، ها ايه وايه بقى؟ نمره واحد برفيوجن بلس سبلاي بتاع الاورجان، ده منطقي جدا. نمره اثنين حجم الدواء، او اذا كان ماسك في البلازما بروتين. واللي ماسك في البلازما بروتين الديسيوجن بتاعه بايه؟ ها بيقل، لان بقى حجمه ايه؟ حجمه كبير. تالت فاكتور ديفيوجن، وده بيعتمد على ايه؟ على البي كي اي بتاعت الدواء، وهو لايبوفيليك ولا هيدروفيليك. ده فاكتور مهم قوي بيتحكم لي في الديستريبيوشن. نمره اربعه تيشو افينيتي، هو ده يقدر يخش ولا لا؟ في تيشو كده بيحب الدواء ده، وفي تيشو ما بيحبش الدواء ده، زي ما انا راسم كده يا جماعه. يعني شفتوا الدواء ده هو منتشر هوموجينيوس في الجسم؟ لا، ده هو في حته كده هنا زياده، هنا حبه، هنا ما فيش خالص، وده الديستريبيوشن بتاع الدواء. هنا طبعا في نقطة مهمة قبل ما نسيب الحتة دي، ها يبقى قبل ما هنقول على نقطة تانية، نمرة واحد كلمة apparent volume of distribution بتعني ايه؟ ها الفوليوم، ها accommodate او ان هو يبقى شايل او كاري، الدوز اللي انت اديتها. بس في شرط مهم، انت مفترض ايه؟ ان الكونسنتريشن throughout the body equal للي فين؟ اللي في البلازما. الحاجة التانية المهمة، هو ده رقم حقيقي؟ رقم وهمي، صح؟ الكلام ده مش حقيقي. طب بيفيدك بإيه؟ أنا بعرف الدواء بتاعي موجود فين؟ أنهي كومبارتمنت؟ يعني في مثلا عندي حاجة زي هيبرين مثلا، الفي دي بتاعه احنا بنتكلم في 4 لتر. أما تسمع إن دواء 4 لتر، أنت كده متوقع إن الدواء ده فين؟ بلط، ما دخلش اي تيشو خالص. لما تسمع ان دواء الفي دي بتاعه 1000 لتر ما تتخضش، ده كده فين؟ ده في التيشو مش في البلط. اوكي؟
اوكي يبقى ده رقم وهمي. الفاكتورز اللي بتاثر قلنا في 4 فاكتورز، في اللي هو البرفيوجن، في البايندنج للبلازما بروتين، في الديفيوجن، وفي التيشو افينيتي. دي فاكتورز بتاثر في الديستريبيوشن، وعرفنا كل واحد يتاثر ازاي. لما هو بقى رقم وهمي وخيالي، طب انا هصدعكم بيه ليه؟ هو ده ممكن يفيدني في حاجه وانا بدرس دراجز؟ تعالوا نمره واحد، حاجه اقول لكم، اي دواء يا جماعه علشان يشتغل لازم يبقى موجود في الدم التركيز ايه؟ تركيز معين. لو ما كانش التركيز ده موجود الدواء مش هيشتغل. انا ببقى عارف ان تركيز الدواء في البلاد سي 5 يونت بير لتر، انا متاكد كده ان هو متوزع في الجسم حسب توزيعته، بس لما بيبقى 5 يونت بير لتر بيديني افكت ولا لا؟ اه هو ده بيديني افكت. طب لو كان 2 يونت بير لتر هيدي افكت؟ يبقى نمره واحد، انا باجي اقول لك الدواء بتاعي ده الكونسنتريشن اللي انت عايزه 5 يونت بير لتر، ده لو انت حققته لي في البلد هيبدا يدي افكت. اقل من كده ما تتوقعش افكت. وطبعا في ادويه كتير احنا بنقيسها في البلد، وده ببقى ده الديزايربل سيرم ليفل اللي انا عايزه. بقول لك كمان ان الفي دي بتاع الدواء ده منتشر في 100 لتر. طبعا الفي دي ساعات بتتحسب بير كي جي، يعني ممكن يعني خد بالك ان هو اما اقول 100 لتر يبقى انا بتكلم على التوتال، لكن ساعات في كتب تحسبها انها بتبقى حاسبها ازاي؟ حاسبها اللي هي لتر بير كي جي. طبعا دي عشان تحسب التوتال لازم تضربها في اللي هو ال 70، مش مهم. طب دلوقتي حاجه اقول لك، ادي معلومات عن الدواء. انت عايز كونسنتريشن 5 يونت بير لتر، الفي دي بتاعه 100 لتر. وانت تدي دوز قد ايه؟ عشان تخلي الدواء بتاعك يشتغل. جبتيها منين؟ انت هي برضه، ها؟ هو احنا كنا بنحسب ازاي؟ فاكرين؟ كنا بنحسب ازاي؟ كنا بنحسب الفي دي ازاي؟ ها؟ ايه على ايه؟ دوز على كونسنتريشن. اهو. يبقى انت لو عايز تحسب الدوز تضرب ايه في ايه؟ تضرب الفي دي في الكونسنتريشن. دي حاجه بنسميها وهنعرفها ليتر اون، حاجه اسمها لودنج دوز. ليتر اون هقول يعني ايه لودنج دوز. بس كده علشان تحسب الدوز اللي هي تديك ايه؟ ديزايربل ها سيرم كونسنتريشن، الكونسنتريشن من الدواء اللي هتديه عشان يبدا يدي افكت. طب انت جالك عيان مثلا الدواء اللي انت مديهوله مش شغال، وانت عارف انه دي المعلومات اللي عندك، انت عارف المعلومات دي، فجيت قسته في الدم لقيته موجود في الدم 2 يونت بير لتر، انت كده عرفت هو ليه مش شغال ولا لا؟ تعمل ايه عشان يشتغل؟ زود الجرعه بتاعتك لحد ما توصله لكام؟ توصلوا لحد 5 يونت بير لتر. يبقى دي نمره واحد، رغم ان هو رقم وهمي بس بيفيدني. نمره واحد بقدر احسب حاجه اسمها لودنج دوز، هي الدوز اللي بتديني ايه؟ ديزايربل سيرم ليفل من الدراج اللي هو يبدا يدي افكت. طبعا زي ما قلت من شويه من الفاليو بتاعته برضو، هو بيعرفك هو في انهي كومبارتمنت. زي ما قلت دواء الفي دي بتاعه 4 لتر. انت متوقع انه هيبقى فين بقى؟ ما دخلش فين؟ ما دخلش تيشو خالص، ده موجود مزنوق في البلاد. وده بنشوفه في الهيبرين لانه حجمه كبير من غير ما يمسك في بلازما بروتين. الحاجة التالتة وده فاليو مهم قوي فيه. دلوقتي ساعات بيجي لنا
دواء هفترض ان هو دراج A وده ال V دي بتاعه 10 لتر، وعندي دواء تاني دراج B ال V دي بتاعه 1000 لتر. ساعات بيجي لنا توكسيستي من الدوايين دول، جالي تسمم من ده او من ده، فالعيان بتاعي بيروح مركز سموم. من ضمن اللاين اوف تريتمنت انك تعالج توكسيستي من دواء حاجه اسمها هيمو دياليسيس. ايه الهيمو دياليسيس ده؟ انا باخد من العيان، ما باخدش تشو، انا باخد ايه؟ بلط. يعني باخد كام لتر من العيان علشان اشيل الدواء منه؟ انت بتتكلم في 4 5 لتر. بتاخد 5 لتر تشيل منهم الدواء وترجع الدم للعيان تاني، صح؟ ادي ده معنى كلمه هيمو دياليسيس. الكلام ده بيتم على مدار مثلا 3 4 ساعات، بيبقى ري اكستشينج، يعني مش باخد الخمسه مره واحده، انا باخدهم بالتناول يعني. اوكي، فيجي سؤال هنا، هو انت ممكن تعمل الهيمو دياليسيس ده في انهي دواء؟ اللي هو الفي دي بتاعه 10 ولا اللي الفي دي بتاعه 1000؟ ليه؟ انت لو شلت الدواء من 5 لتر وهو كل الدواء بتاعي موجود في كام لتر؟ 10. يعني شلت كام في المية من الدواء؟ 50% من الدواء اتشال. العين يفوق ولا لا؟ يفوق. لكن تعالى في ده، انت كل اللي هتقدر تشيل الدواء منه كام لتر؟ 5 لتر. يعني هتشيل كام في المية من الدواء؟ معرفش، احسبوها بقى يعني لما تطلع معاك، يعني زي ما تطلع 0.5 ماشي، رقم قليل قوي، ما يستاهلش التكنيك اللي تعمله. التكنيك بتاع الهيمو دياليسيس ده صعب مش سهل، وبالتالي انت تاخد قرار انك تعمل هيمو دياليسيس. كل ما كان الدواء الفي دي بتاعه ايه؟ قليل، اقدر اعمل هيمو دياليسيس. يبقى رغم ان هو رقم وهمي بس افادني بحاجتين على الاقل. نمره واحد، عملت بيه ايه؟ حسبت بيه ايه؟ حاجه اسمها الحتمة نعرفها بعدين، يعني ايه لودنج، يعني ايه مينتنس. ها، حسبت اللودنج دوز، اللي هي ايه اللودنج دوز؟ هي الدوز اللي بتدي ها ديزايربل سيروم ليفل اللي هيبدا يدي افكت، ده اسمه اللي هي اللودنج دوز، دي اللي بتديني السيروم ليفل. الحاجه الثانيه المهمه، لما تيجي تاخد ديسيجن بتاع هيمو دياليسيس تعمله في مين؟ كل ما كان الفي دي بتاع الدواء ايه؟ قليل، كل ما هتبقى الهيمو دياليسيس فاليد ولا مش فاليد؟ فاليد، ان انا اقدر اعملها. واحنا ماشيين بقى في السكه هتلاقي يقول لك مثلا عندي توكسيستي من دواء زي انتي ديبريسن معين، فحاجه اقول لك ايه؟ من ضمن علاج التوكسيستي بتاعته، لا ما تعملش في دي. ليه يا عم؟ الفي دي بتاعه عالي، سوري، ما تعملش دياليسيس. ليه ما تعملش دياليسيس؟ ان الفي دي بتاعه ايه؟ تتكلم في 1000 لتر. يعني الدياليسيس هنا ملوش اي اهميه خالص تقدر تستفيد بيها في العلاج بتاع التوكسيستي. يبقى ده اللي هو الفي دي. طيب، قبل ما هتكلم، فاضل لنا جزء في الفي دي، هتكلم على اللي هو البلازما بروتين، ودي هتكلم عليها شويه. قبل ما اخش بس في البلازما بروتين بايندنج، لحد كده في حاجه في اللي انا قلته ده مش واضحه؟ ها؟ طيب، تعالوا نبص كده، الشكل ده موجود فين؟ اللي هو الكابيلاريز والبورز، موجود في الجسم كله ما عدا في حته الشكل ده مش موجود. ها؟ برين، ولا قلت برين ولا قلت ايه؟ برين. هو البرين، في انتوا تسمعوا عن حاجه اسمها في البرين اسمها ايه؟ بلاد. هو البلاد برين بارير دي اناتوميكال سايت تقدر تمسكه بايدك؟ لا. ايه البلاد برين بارير ده؟ البلاد برين بارير ان
الكابيلاريز اللي موجودة عاملة كده. يعني ايه الكابيلاريز كده؟ ما فيهاش بورز، فالدواء ماشي جوه الكابيلاريز. احنا اتفقنا الدواء كان بيعدي من البورز يوصل حوالين التشو. طب في البرين في بورز يعدي منها؟ امال يعدي ازاي؟ لازم يعدي باي ديفيوجن، او لو في كارير بياخد الدواء ده يدخله جوه، غير كده ما يقدرش يعدي. وده اللي كان بيدي حمايه للبرين، انك انت تقدر تقول ايه في البرين، تقدر تقول ان انهي دواء هو اللي يعدي، لايبو ولا الهايدرو. لايبو الا لو ليه كارير، في يعني دواء واحد او اتنين بساط قوي هم اللي ليهم كارير يقدر يعدي. ده هيفسر لنا حاجات سمعتوا عنها قبل كده. لما تيجي تدي العيان، انتوا كان عيان اللي عنده باركنسون بتدي ايه ما بتديش ايه؟ يعني هو ال دوبا ده لايبوفيليك؟ لا. امال بيعدي ازاي؟ ده دي كارير. هو ال دوبا هنا الجسم بيتعامل معاه كانه امينو اسيد، وفي كارير للامينو اسيد في البرين. طيب عايز تدي دواء، تدي دواء بقى ايونايز ولا ان ايونايز عشان يعدي البرين؟ ها لازم يبقى لايبوفيليك. فهنيجي نعرف ليتر اون انك وانت بتدي العيان مثلا عايز تعالج حاجه في المخ، تدي حاجه اسمها تيرشري امين ولا كواترنري امين. تيرشري امين بيعمل كده، ده تيرشري واحد اثنين ثلاثه. الكواترنري عامل كده واحد اثنين ثلاثه اربعه شارج. لما تيجي تدي مين؟ تيرشري. فهنيجي نعرف لما تيجي تعالج عيان مثلا عنده الزهايمر. الزهايمر معلوماتنا البسيطة ان هو ممكن يبقى نقص اسيتايل كولين مثلا، فانت عايز تزود الاسيتايل كولين في المخ. تدي دواء تيرشري ولا كواترنري في الالزهايمر؟ انت عايزه يعدي ولا لا؟ فتدي دواء اللي هو تيرشري. فده هنعرف ليه تدي ده ليه ما تديش ده، لان البرين حاجة فيري سبيسيفيك. لما تيجي تعالج انفكشن في برين، هنا ساعات بتواجهنا بقى حاله تانيه في الانفكشن. يعني عيان اللي عنده مينينجايتس، المفروض ان الطبيعي ان المينينجيز دي ما بتعديش حاجه، صح؟ لكن لما يبقى فيها انفلاميشن، هنا البرمياليتي بتاعتها بتايه؟ بتبوظ. وفي التالي هنيجي نسمع ان في بعض الانتي بايوتكس ما تقدرش تديها في المينينجيس العادية، ما بتعديش. لكن لو في مينينجايتس تقدر تديها، ليه بقى؟ بتعدي. ودي بتعمل لنا مشكلة. لما تديها في مينينجايتس ويبدأ العيان يتحسن، والمينينجيس دي تبدأ تخف، البنتريشن هيقل. فدي من ضمن الحاجات، فاحنا كنا بنواجهها زمان. ان انا بعمل ايه في الدوز بتاعت الدواء؟ بزود الدوز لما العيان يخف، مش بقلل، ده العكس هنا ده بيبقى كده. يبقى دي فكره الديستريبيوشن، وعلقنا هنا على الديستريبيوشن بالنسبه للبرين كسبيشال اورجان بيحصل فيه ديستريبيوشن. اوكي؟ في اي استفسار لحد دلوقتي في الديستريبيوشن؟ كده جاوبت على السؤال بتاع اللي في الاول خالص، قلته لما تسمع عن دواء الفي دي بتاعه 1000 لتر خط، امال هتفهم ايه بقى؟ هو فين؟ طب موجود في التشو هوموجينيوس؟ اه هو منتشر في التشو. اوكي؟ ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الديستريبيوشن؟ قلنا اربعه فاكتور، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ها؟ برفيوجن، ديفيوجن، بايندنج تو بلازما بروتين، والتيشو افينيتي، ده اللي بيأثر. الفي دي رغم ان هو رقم ايه؟ وهمي، ها؟ ولكن الفاليو بتاعته على الاقل في حاجتين مهمين. تقدر تحسب اللودنج دوز، اللي هي ايه اللودنج دوز؟ هي الدوز اللي بتديك ديزايربل كونسنتريشن للدواء عشان يبدا يدي افكت. الحاجه الثانيه بتاخد ديسيجن مهم قوي، تعمل
تعمل داياليسز ولا ما تعملش؟ مبني على ايه؟ لو العيان بتاعك سوري لو الدواء الفي دي بتاعه عالي ما تعملش داياليسز، لو قليل تعمل داياليسز. طبعا هنا حد هيجي بقى يقول لي هو ايه الليميت بتاع الفي دي اللي عنده اخد قرار الداياليسز؟ دي حاجه ادفانسد شويه مش مهمه قوي بالنسبه لنا يعني، لكن طبعا بيبقى في ليميت معتمد على الدواء ده والسوليبيليتي بتاعته، في فاكتورز ثانيه، بس هنعرف ان من ضمن الديسيجن بتاع الهيموداياليسز هو الفي دي بتاع الدواء. اوكي؟ ناخد بريك ونكمل بلازما بروتين باي. الفي دي وعرفنا يعني ايه، نقرا ازاي في دي ونفهم منه ايه ونستعمله في ايه ببساطه شديده جدا. فاضل عندنا في جزء من اللي هو البايندينج تو بلازما بروتين، وده انا مخليه للاخر لان هنتكلم فيه شويه. بايندينج تو بلازما بروتين. مبدئيا كده البلازما بروتين اللي في الدم عندنا اللي ممكن تمسك في دواء غالبيتها بتبقى ايه؟ ألبومين. يليها في نوع تاني كده من البلازما بروتين اللي هو اللي هو الفا 1 اسيد جلايكوبروتين، ده ممكن في الجلوبين اللي هو بيمسك في حاجات قليل قوي زي سيروكسين وحاجات كده، لكن طبعا بيبقى البلك الاساسي بتاعي هو مين؟ ألبومين، هو ده اللي بيمثل المين سايت اوف بايندينج تو بلازما بروتين. الدواء اللي ماسك في البلازما بروتين لو تخيلنا ادي اهو بلازما بروتين، بيبقى عندي الدواء ماسك وفي جزء منه فري. المفروض ان في بالانس بين الاثنين دول، بمعنى ايه؟ لما الفري بيخلص بيبدا الباوند فورم ده جزء منه يبقى ايه؟ يبقى فري ويرجع تاني يبقى علشان يدي افكت. يبقى انا عندي جوه البلازما الدواء موجود في كام فورم؟ لا اما جزء منه باوند فورم لا اما جزء منه فري، والمفروض ان في بالانس بين الفورمز دول. بمعنى لما الفري بيخلص الجسم بيطلع حبه ثانيه. ايه الفرق بين الفري والباوند فورم؟ الفري هو الايه؟ هو الاكتف، هو اللي بيقدر يخش التشو ويديني افكت. امال اللي ماسك ده بنسميه احنا ايه؟ اللي ماسك ده بنسميه ريزرفوار. ده كده زي ايه؟ زي مخزن للدواء. مخزن للدواء ده تفتكر بيعمل ايه؟ لو الدواء معظمه ماسك في البلازما بروتين ده مخزن، كل ما تحتاج تاخد منه. فده هنشوف دلوقتي بيعمل بروبرتي شكلها ايه. تعالوا نشوف الدواء اللي هو هايلي باوند تو بلازما بروتين ايه المواصفات بتاعته. بس قبل ما اخش بقى في المواصفات، فاكرين انا قلت على الكاينيتك بتاعت اي دواء؟ امتى بدرس كاينيتك؟ بعد ما اتاكد ان الدواء افيشنت يطلع زي ما يطلع الكاينيتك بتاعته. انا مش بصنع كاينيتك، فاكرين الجمله دي؟ بمعنى ان في ادويه بتبص تلاقي الشكل كده، يعني 90% من الدواء ماسك و10% بس الفري، وال10% شغالين شغالين وبيدوني افكت. في ادويه ثانيه العكس، تلاقي 50% ماسك و50% فري. كل دواء ليه ايه؟ ليه ظروفه اللي هو بيشتغل فيها. طيب تعالوا نشوف الدواء لو هايلي باوند تو بلازما بروتين ايه البروبرتيز اللي بيديها لي؟ نمره واحد، تعالوا نبص على الابزوربشن. احنا اتفقنا ان الدواء بيحصل له ابزوربشن من الجي اي تي بانهي بروسيس؟ ها؟ سمبل ديفيوجن. اتفقنا انه 99% من الادويه بتمتص باي ديفيوجن. طيب هو السمبل ديفيوجن ده كانت ايه مواصفاته؟ ها؟
with concentration gradient. ده شرط أساسي فيه. بمعنى افرض دلوقتي أنا عندي الدواء أهو، ده في الجي اي تي، الدواء اللي بيمتص ما بيمسكش في بلازما بروتين، بصوا اللي هيحصل ايه. ده هيتنقل اهو، ده هيتنقل، ده هيتنقل، التلاتة دول اتنقلوا. ايه رأيكم في الابزوربشن كده؟ ده هيفضل فري ما مسكش. ايه رأيكم في الكونسنتريشن جريدينت؟ تساووا ولا ما تساووش؟ فكده الابزوربشن ايه؟ يقف، صح؟ لكن بصوا بقى، لو ده اول ما بيمتص بيخش يمسك، اول ما يمتص يخش يمسك اهو، طول الوقت الفري شكله ايه؟ قليل. طول الوقت في كونسنتريشن جريدينت ولا مفيش؟ في كونسنتريشن جريدينت. يبقى نمره واحد، الدواء اللي هايلي باوند تو بلازما بروتين يعمل ايه في الابزوربشن بتاعه؟ يزوده ولا يقلله؟ يبقى دي نمره واحد، هيزود الابزوربشن. يبقى اي دواء هايلي باوند تو بلازما بروتين تتوقع ان الابزوربشن بتاعه من الجي اي تي يبقى ايه؟ يبقى عالي، زي ما انا شرحتها كده. الفري هنا هيبقى قليل فيحصل الديفيوجن سنتر. نمره اتنين، هو الدواء لو هايلي باوند تو بلازما بروتين شكل الفي دي بتاعه هيبقى ايه؟ ماسك في حاجه ايه؟ كبيره، ها؟ الفي دي هيبقى ايه؟ انت كده بتلعبي يعني، خلاص قربتي خلاص لل... ها؟ هيبقى قليل ولا كتير؟ قليل. يبقى الفي دي بتاع الدواء هيبقى ايه؟ هيبقى قليل. يبقى الهايلي باوند تو بلازما بروتين بيبدا يقلل، ها؟ الفي دي. نمرة ثلاثة، هو لو ماسك قوي في البلازما بروتين يعرف يخش ليفر؟ هايلي باوند تو بلازما بروتين، ماسك في بلازما بروتين كله تقريبا معظمه، يعرف يخش ليفر؟ لا. يعرف ينزل من كدني؟ لا. ها، ليفر وكدني، مش عارف يخش ولا ليفر ولا كدني، ودول المين اورجانز اوف الليمينيشن، ميتابوليزم واكسكريشن. يبقى هيحصل ايه في الليمينيشن بتاعه؟ ها، هيقلل الليمينيشن، وده بينعكس على حاجه اسمها التي هاف اوف دراج. تي ده تايم مبدئيا لحد ما هنعرفه، تايم الدواء ده بيقعد قد ايه في الجسم. تفتكروا بقى لما يكون دواء ما بيحصلوش الليمينيشن، ها، هيفضل التايم اللي بيقعد فيه في الجسم يبقى طويل ولا قليل؟ يبقى طويل. يبقى هيعمل ايه في التي هاف بتاعه الدواء؟ هيزود. يبقى الدواء اللي ماسك في البلازما بروتين فيه شويه كاركترز، هيزود ايه ويقلل ايه؟ لو حبينا بقى نلخصها، ها، قولوا لي هيزود ايه؟ هيزود حاجتين ويقلل حاجتين مثلا، ها، هيزود ابزوربشن وهيزود ايه؟ التي هاف، ويقلل الاليمينيشن ويقلل الفي دي. يبقى دي مواصفات الدواء اللي ماسك في البلازما بروتين. ابزوربشن احسن، تي هاف تطول لان هو هيقعد مخزن، قلت لكم ده مخزن، الدواء بيتخزن فيه، فبما انه مخزن هيقعد مده اطول، الاليمينيشن بتاعه هيقل والفي دي بتاعه هيقل. طيب تعالوا نبص كده بقى حاجه ثانيه،
احنا اتفقنا مين الدواء اللي بيشتغل، الفري ولا الباوند فور؟ الفري. انا الدوز اللي بديها من اي دواء محسوبه كده، محسوبه ان انا يبقى عندي جزء ماسك وجزء فري يشتغل. في بعض حالات الانفكشن، في حاجة اسمها acute phase protein بتطلع في الانفكشن. من ضمن الاكيوت فيز بروتين، وده في نوع معين من البروتين طبعا، مين اللي بيبقى الاول؟ الفا 1 اسيد جلايكوبروتين، ده مينلي. لكن هيحصل ايه في البلازما بروتين؟ ها بصوا كده، ابتدت ايه؟ حجمها يزيد، كميتها تزيد، ده في السيفير انفكشن. معنى ايه ان حجمها يزيد او كميتها تزيد؟ ان الدوز اللي انت بتديها دي، ها الجزء اللي كان فري هيمسك ولا لا؟ يعني كده بقى عندك فري زيرو فري. عشان كده لو في سيفير انفكشن وعايز تدي انتي بايوتيك او بعض الادويه الثانيه اللي هي بتمسك في البلازما بروتين، النوع ده بالذات من البلازما بروتين، تعمل ايه؟ تزود الدوز. ساعات من كتر ما يكون في سيفير انفكشن وعايز ابدا انتي بايوتيك، لازم ابدا بدوز اعلى. مش علشان حاجه، لا، علشان بس الفي اكيوت فيس بروتين بيبقى لو انت اديت نفس الدوز مش هتشتغل. ده بينطبق على بعض الادويه، يعني في برضه من ضمن الادويه اللي بنستعملها حاجه زي كده مش انتي بايوتيك، في دواء اسمه ليدوكين وده انتي اريزميك. الانتي اريزميك ده لما بتديه في اكيوت فيز البروتين بيبقى في الدم عالي، بيمسك فيه كله، ولما يمسك فيه كله ما يشتغلش. عشان كده لما بنيجي دي بقى بنعمل بطريقه ايه؟ لازم ابقى فاهم انا بدي ازاي. بدي حاجه اسمها ايه؟ بولس، كميه ايه؟ كبيره في الاول عشان تعمل لي ايه؟ ساتيوريشن، وبعدين ابدا ادي دوز صغيره. فدي كل دي معتمده على انت فاهم ايه عن الكاينتيك بتاع الدم. حاجه أخيرا، دلوقتي احنا اتفقنا، هفترض انا عندي دواء ماسك على البلازما بروتين بنسبة 99%، يعني الفري بتاعه كام؟ 1%. والواحد في المية ده هو اللي بيدي ايه؟ هو اللي بيدي الافكت. ما تستقلش بالواحد في المية، واحد في المية بيدي افكت ومظبوط، مفيش فيه مشكلة. تعالوا نفترض دواء زي ده اللي هو فيري كاركترستيك الشكل ده، تقريبا دواء اسمه وارفرين. الوارفرين ده اسمه ايه؟ انتي كواجولانت. يعني ايه انتي كواجولانت؟ ها؟ بيعمل ايه في الدم؟ بيعمل سيوله في الدم. يبقى الوارفرين بيعمل سيوله في الدم. انا بديه عايز اعمل سيوله، بس بطريقه ايه؟ محسوبه، انا حاسبها. يعمل لي السيوله اللي تخلي العيان بتاعي ما يكونش جلطه، لكن مش عايز ادخله في السيوله، ادخله في ايه؟ في هيموريدج او بليدنج. فانا لو بدي وارفرين اهو 1%، هفترض انه 1%، وعامل سيوله للعيان، السيوله اللي انا ايه؟ انا عايزها. حلو كده؟ رحت جاي العيان ده وانا مش واخد بالي، رحت مديله دراج تاني على الوارفر اللي هو بياخده. الدراج التاني ده ها ما بيحللوش يمسك غير في نفس المكان اللي كان ماسك فيه مين؟ يعني اهو ده الوارفر الماسك اهو. الدواء التاني ده ما بيحللوش يمسك الا في نفس المكان بتاع مين؟ بتاع الوارفرين. فهيبتدي يحصل بينهم نوع من الكومبيتيشن، فيبدا يزق ده يمسك ويقوم زائق لي ده اهو.
كده الفري بارت بتاع الوارفرين ايه؟ طب انا هقول لكم انه زق بس 1% من اللي كان ماسك، 1%. هي 1% دي رقم؟ هنا رقم، لان لما انت زودت 1% هو اللي كان بيديك افكت كان كام؟ 1%. فانت كده بتعمل ايه في الدوز؟ دبل. طب وايه يعني الدوز بقت دبل؟ هقول لك، لو الفري بارت زاد اكيد الاليمينيشن برضو هيزيد، يعني الدنيا مش هتبوظ مني قوي. هقول لك حاجه تانية بقى، افرض ان الدواء ده الثيرابيوتيك اندكس بتاعته قليل، هو هيزيد لفتره ايه؟ لفتره بسيطه، صح، والجسم هيبدا يخلصك منه، مظبوط، لكن في الزياده في الفتره البسيطه دي ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل مصيبه، لان الثيرابيوتيك اندكس بتاعته قليله. تاني، يبقى انا علشان يحصل حاجه اسمها displacement interaction، displacement ده معناه ايه؟ ان دواء تديه يعمل ايه للدواء التاني اللي عم بياخده؟ يعمل له displacement مع البلازما بروتين، فالفري بارت بتاع الدواء ده ايه؟ يزيد، فالافكت بتاعه يزيد. ده اسمه displacement interaction. ده بنشوفه في ادويه كتيره قوي، ولكن clinically irrelevant except في مواصفات مهمه في الدواء علشان يديني relevant drug interaction. نمره واحد، يكون الدواء ده highly bound ولا minimal bound to plasma protein. لازم يبقى highly bound. هفسرها لكم، تعالوا بصوا، انا عندي دواء ماسك 50% و50% فري، ها؟ فانت جيت رحت زائق منه 10% بس، 10 اهو رقم، مش كده؟ بقى الفري كام؟ 60، عالي قوي يعني؟ لكن بص بقى، لو الدواء ده ماسك اكتر من 90% والفري احنا بنتكلم في 10 بس، تعالى زق 10%، ها؟ كده بقى الكونسنتريشن ايه؟ الدبل. يبقى اول شرط علشان اقول ان الدراج انتر اكشن ده ريليفنت واخاف منه وما اديش دواء تاني يزق الدواء ده، نمره واحد يكون ايه في علاقته بالبلازما بروتين؟ هايلي باوند تو بلازما بروتين، ومش هلاقي زي الوارفرين في الباوندنج تو بلازما بروتين، نمره واحد. نمره اتنين، ما تخافش يا عم، ما هو لو الفري بارت زاد الاليمينيشن هيزيد والجسم هيظبط نفسه في ظرف نص ساعة ساعة ويرجع الفري تاني زي الأول، ما تخافش. هتقولي لا، لو الدواء ده في النص ساعة دي كانت الزيادة فيه كافية إنها تعمل توكسيستي. ده ما بنشوفوش إلا في الأدوية اللي هي الثيرابيوتيك إندكس بتاعها قليل. يبقى في كام شرط عشان يحصل relevant displacement interaction. اللي بقوله ده لان كان زمان الناس بتقعد تتكلم و displacement، وهتسمعه في ال على الاول اللي هو السوشيال ميديا والكلام ده اللي هي بقى فيها فتش في الطب كمان يعني، ويقول لك ناس فرحانه بنفسها قوي قوي انها بتنقل المعلومات غلط، وخد بالك الدواء ده بيزق. يا عم بيزق مين؟ مفيش الكلام ده والله، ده الكلام دي قديم قوي، ده الكلام ده بقاله سنين خلاص ما بقاش حد بيسمع عنه. في شرطين عشان يحصل الكلام. نمره واحد، هايلي باوند تو بلازما بروتين. نمره اثنين، ثيرابيوتيك اندكس بتاعه قليل. ومفيش عندي دواء ينطبق عليه الشروط دي بكل قوه، تقريبا اهم واحد هو وارفرين. وارفرين ده هايلي باوند، وارفرين ده ثيرابيوتيك اندكس بتاعته قليله، يعني 1% يخفف، 2-3% يموت.
فدي شروط علشان يحصل displacement interaction. تقريبا ما عنديش كاكزامبل كلينيكالي ريليفنت اللي حاجات قليله قوي. ما بقتش الموضوع زي زمان، الفهم بتاعنا ليه اتغير وبقى بنحط شروط معينه. ليه فهمنا اتغير؟ لانك لما هتزود الفري بارت قلت الاليميشن هي ايه؟ هيزيد، فانت كده مفيش مشكله. لكن لو هو الاندكس بتاعه قليل، لا في الفتره دي ممكن يعمل لي توكسيستي. كفايه قوي بس انه يعلى نص ساعه. هيخش التشو ابتدى يعمل لي توكسيستي، خلصنا خلاص. يبقى ده، لكن لما دواء الاندكس بتاعه 100، اتفقنا يعني ايه اندكس؟ 100 ده يعني 100 ضعف الدوز. وهفترض ان هو ماسك 1% يا سيدي، الفري بتاعه 1%. وانت زودت الفري بقى 10%، 10 اضعاف، ها؟ 10 اضعاف، ده رقم كبير، 10 اضعاف. لكن هو الاندكس بتاعه كام؟ 100. صح؟ هيعمل حاجة؟ ولا هيعمل حاجة؟ يبقى دول شرطين مهمين عشان يحصل الديسبيسمنت انتراكشن. ده اللي هو البايندنج تو بلازما بروتين. تعالوا بقى نسمرايز انواع البروتين اللي عندي. ممكن تبقى البومين، ده مينلي طبعا، وفي عندي حاجه تانية زي جلوبولين، بعض الدراجز في الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين، وده بيمسك فيه برضه بعض البيزك دراج. الدواء اللي هايلي باوند تو بلازما بروتين هيبقى ايه الكاركترز بتاعته؟ نمره واحد، ايه اللي هيزيد وايه اللي هيقل معاه؟ ها؟ ابسوربشن هي ايه؟ هيزيد. ايه تاني هيزيد؟ التي هاف. يبقى حاجتين هيزيدوا مع الهايلي باوند تو بلازما بروتين. في حاجتين هيقلوا، ها؟ الفي دي والاليمينيشن، وده منطقي ان كده التي هاف بتاعته ابتدت تزيد. كمان خد بالك بقى من حاجه، لو في سيفير انفكشن بعض الادويه اللي ممكن تديها تبقى السيروم ليفل او الفري بارت بتاعها ايه؟ قليل، وابقى محتاج ان انا ازود الجرعه شويه عشان يديني افكت. حاجه اللي بعد كده، في حاجه اسمها displacement interaction، مش لازم يخضنا. في شرطين علشان اقول ان ده clinically relevant. clinically relevant drug interaction لازم الدواء بتاعي يبقى نمره واحد highly bound to plasma protein اكتر من 90%. نمره اتنين، الشرط التاني اللي لازم يكون موجود، ان الدواء يكون الثيرابيتيك اندكس بتاعته ايه؟ يكون الثيرابيتيك اندكس بتاعته قليل. اوكي؟ ده بالنسبه للبايندنج تو بلازما بروتين. ده كده الديستريبيوشن، احنا كده غطينا الديستريبيوشن. في اي سؤال عن ديستريبيوشن؟ اوكي، شكرا.